سنوات طويلة عهدنا فيها منطقة ترعة الطوارئ التابعة لحي السلام أول بمحافظة القاهرة على هذا النحو، من مقالب للقمامة بجوار العشش التي يسكنها مئات الأسر البسيطة. فهنا تاريخ قديم يشهد على إهمال وعشوائية ومعاناة، حتى جاءت خطة الدولة لمكافحة العشوائيات لتنجو المنطقة بسكانها ويكون مشروع أهالينا واحد واثنان لتوفير سكن آمن وخدمات تضمن لهم حياة كريمة، خاصة لكبار السن، فخصص لهم الدور الأول والثاني من المشروع. أما ذوي الهمم فخصصت لهم الأدوار الأرضية للتيسير عليهم. السيدة أم هاشم التي شارفت على 70 عاما عاشت لمدة 20 عاما تعاني من ظروف معيشية صعبة آن لها أن تنتهي. قعدت فيها أكثر من 20 سنة أو كتير كمان من 20 سنة وأنا قاعدة هنا، والمغزى كلها خدت زبالة وكلها لبش وقرف. لكن الواحد كان بيروح للدكتور كذا مرة في الشهر والله، والحمد لله يعني ربنا نعم علينا ونعم عليهم ربنا برضو اللي جابونا من منطقة، جابونا من منطقة نظيفة، وكنت بتمناها النظافة دي من زمان والله والله كنت بتمناها ان اقعد فيها الحتة النظيفة، حتة نظيفة اقعد فيها كل ما نظيفة فيها كل ما امكن، والاكل بقى نظيف، كل حاجة حلوة نظيفة يعني الحمد لله يا رب. الحمد لله كل حاجة مفروشة في الشهر، كل حاجة فيها، فيها 5 سراير وفيها بوتاجاز وغسالة ومطبخ وتلاجة والسخان والسفرة ده كله والنيش وكل بقى كان فيها حتى بنياتها بفوق كله والله. السيدة كغيرها من حوالي 797 أسرة مستفيدة بوحدات من أهلينا واحد حصلوا على وحدات كاملة التجهيز والتشطيب. عجبني طبعا الجهاز اللي فيها، وعجبني الفحش اللي فيها، وعجبتني الناس المحترمة اللي هي قابلتنا. حتى بأمان هنا؟ بأمان، بطلع واخش وعيالي بيطلعوا ويخشوا، ما كنتش أأمن عليهم هناك، يمشوا بالليل مننا بيطلعوا في أي وقت. هوا حلو، والخضروات اللي في الجنينة حلوة وشوارعها حلوة. المدرسة اللي هم كانوا فيها يعتبر ما كانتش مدرسة. أنا هنا عيالي في مدرسة محترمة، مدرسة كفاية إن في نظام، مدرسين، مدير مدرسة، حاجة تشرف. أنا وأنا رايحة أودي عيالي المدرسة ببقى متشرفة وأنا رايحة أودي، حاجة جميلة. أنا ببص من البلكونة ما فيش دقيقتين بكون في المدرسة. المدرسة بتخدم أهالينا أولاً، أهالينا واحد، وخدمة منطقة الحرفيين وجمال عبد الناصر، وحضرتك خدمة مدينة جنبينا، مدينة قباء برضو، يعني خدمة المنطقة اللي حواليها كلها، كل المناطق اللي حواليها. اهتموا بالنشاط قبل كل شيء، يعني حددوا الملاعب أولا، وحددوا مكان الأنشطة فين حضرتك، ومكان إن الطفل يجي ما يتهبش من المدرسة، يبدأ نشاطه يبقى داخل المدرسة وهو داخل على أساس يعني مجموعة نشاطات مع مجموعة مادة مع الثقافة العلمية. مشروع أهالينا واحد واثنان على مساحة 107500 متر مربع، أهالينا واحد على مساحة 46200 متر مربع بواقع 11 فدانا، ويضم المشروع 25 عمارة سكنية بإجمالي 1096 وحدة سكنية، مدرسة تشمل مراحل رياض الأطفال حتى الإعدادية بواقع 1500 طالب، تخدم سكان منطقة أهالينا ودائرة جمال عبد الناصر ومدينة قباش، مركزا طبيا به عيادات استقبال وطوارئ وعيادة طبية بتخصصات مختلفة، دار مناسبات ومسجدا. أما أهالينا اثنان فيقع على مساحة 15 فدانا تضم 34 عمارة سكنية بإجمالي 1400 وحدة سكنية، مدرسة لجميع مراحل التعليم الأساسي سعة 28 فصلا، مسجدا على مساحة 950 مترا مربع، كنيسة على مساحة 950 مترا مربع، مركز شباب نموذجي على مساحة 7300 متر مربع به حمام سباحة نصف أولمبي ومبنى إداري، بالإضافة إلى شبكات المرافق من مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء. جامع، مدرسة، مركز طبي، اللهم صل على النبي، وفي مركز تشغيل
مكان تشغيل هنا، في بعض من العمالة اللي موجودة من نفس المجموعة الناس اللي سكنت عندنا هنا. 16 محل تجاري، عندي حوالي 25 بدروم في 2، يعمل مساحة البدروم الواحدة 360 متر، وده جاري جاري بالنسبة لي ان هو يتم طرحه على اساس ان يتم استغلاله كمحلات كمصانع التشغيل. لم يكن أهالينا واحد واثنان وسيلة لسكن أفضل لسكان المناطق الخطرة من الدرجة الأولى والثانية فقط، بل أيضا أتاح فرص عمل للشباب وللسيدات، فهنا بكل عمارة بدروم يتم استغلاله في تنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة. ابتسام شعبان أم لطفلين تسلمت وحدتها منذ ما يقرب من عام، والآن تعمل بمشغل للخياطة بعدما تدربت وتعلمت هنا بالمشغل. أنا أول ما نزلت المساكن جديد رحت استلمت شقة ونزلت دورت على شغل ونزلت اشتغلت هنا. بيتي جنب المشغل، ما باخدش 3 دقايق بطلع وانزل، أحسن هنا أحسن. بنتي جنبية في المدرسة وأنا في الشغل هنا، يعني كل حاجة جنب البيت وبطلع البيت، يعني كل حاجة هنا كويسة عن هناك بكتير. لما جينا هنا ما كانش في شغل، يعني خلاص ما كانش في شغل عندنا، ابتديت ان انا انزل واسال ورحت المكتب، وفروا لي قالوا لي هنوفر لك فرصه عمل في خلال اسبوع. نزلت بعد اسبوع لقيتهم بصوره بطاقتي وكده ونزلت المكتب ووفروا فرصه عمل. تنفيذ المشروع انعكس على تطوير خدمات الطريق من خلال تحسين الحركه المروريه وتخفيف الضغط المروري على محور جسر السويس واحياء المنطقه الشرقيه، من خلال تطوير محور ترعة الطوارئ سابقا والمعروف حاليا باسم الفريق إبراهيم العرابي بحي السلام أول، ليربط بين طريق جسر السويس وصولا لطريق القاهرة بالبيس الصحراوي، ويربط طريق جسر السويس بالطريق الدائري. طريق المحور اتجاهين بطول 13 كيلو مترا ونصف الكيلو متر وعرض 50 مترا، يتخلله 9 كباري. تقاطع طريق بالبيس، كوبري دوران للخلف على طريق بلبيس الصحراوي القاهرة. بذلك يكون مشروع الإسكان الاجتماعي أهالينا واحد واثنان أحد المشروعات القومية المتكاملة الخدمات التي نجحت في القضاء على العشوائيات الخطرة ونقل سكانها بما يضمن حياة كريمة تحقق بناء الإنسان ومن ثم بناء مجتمع بلا عشوائيات.